الوكالة الوطنية للتحقيق المالي آنيف كانت هي المحطة الأولى لهذه الزيارة التفقدية التي قام بها وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود. وبما أنها هيئة تابعة للوزارة تقوم بمهام مكافحة غسيل الأموال والتحقيق في العطاءات العامة للحكومة، فقد تناول الوزير مع مديرها سليمان عبد الكريم شريف عدة مسائل تتعلق بأملها، من ضمنها ترميم مقرها الذي لم يشهد ترميما منذ تأسيسها عام 2007، وكذا إعادة تفعيل دورها في تطهير المال العام. المحطة الثانية من الزيارة كانت الإدارة العامة للجمارك، حيث بدأها الوزير بنقطة التفتيش التابعة للجمارك بأنجلي. هنا كانت الزيارة أكثر من مفاجئة، حيث سمحت للوزير بكشف بعض الأعمال غير الشرعية التي يقوم بها بعض مسؤولي الجمارك والشرطة بالجسر، كهذه الحالة التي دعت الوزير باتخاذ إجراءات تجاه مسؤولي نقطة التفتيش بسبب تسترهم بعدم الإبلاغ عن تهريب هذه الكحول الممنوعة. ومن ثم تفقد الوزير بعض الأقسام الفرعية بإدارة الجمارك، وعقد لقاء مع العاملين بالقطاع الجمركي بحضور المدير العام لإدارة الجمارك. ونظرا لأهمية ما يقوم به هذا القطاع الحيوي، فقد شدد الوزير على أهمية تنظيم العمل به، وذلك بمتابعة ومراقبة من يقومون بنحب أموال الدولة، حيث قال الوزير هناك فوضى عارمة بجميع أقسام الجمارك لا بد من وضع حد لها حالا، عبارة ختم بها وزير المالية اجتماعه مع العاملين بقطاع الجمارك. الوقفة ما قبل الأخيرة كانت الخزينة العامة للدولة، هنا أيضا أخذ الوزير فور وصوله لقاء جمعه بعمال الخزينة شرح فيه أهداف هذه الزيارة للحضور، حيث أكد الوزير بأنه على دراية تامة بالخفايا التي يقوم بها العاملين بالخزينة، سيما قيام بعضهم بفتح علاقات مع المستثمرين الأجانب للاتفاق معهم بفواتير وهمية دون النظر إلى ما تعانيه البلاد من مشاكل مالية، وأن الجمهورية الرابعة دولة قانون وعمل ولا مكان لمثل هذه الممارسات. كما ختم الوزير عيسى محمد عبد المحمود هذه الزيارة التي تعد هي الأولى له منذ تعيينه على رأس وزارة المالية بإدارة الديون، وهي إدارة تابعة للخزينة العامة للدولة. هنا كذلك أعطى الوزير توجيهات صارمة للعاملين بها، وذلك من أجل وضع المصلحة العامة فوق الخاصة. خلي يعني الإنسان لو يخدم خليه يشيل صبر الشيع. نحن عندنا مشكلة وايدة في تشاد، الوايد لو أنتو عمل مساجل بس إلا يدخل شيء في بوشة، إلا داير بس يسرق بس بالسري، بس بقول أنا نسرق عشان أمباكر بتدخلوني يعني بمرقوني من العمل. خليه يشولوا صبر الشيء من السرقة، خليه يوصفوا كده هم عندهم هب لوطنهم، يخدموا بالنية ويجوبوا لنا الريزلتا. لو واحد يعني زي ما اليوم مشينا وبالصداف لقينا زول وقاعد بوليس ودوان وميليتير كلهم قاعدين، وزول قاعد يجيب يعني شيء نقول له مخدرات في قدامه، نزلناه من العمل. ويمكن المفتشين كلهم لو مشينا شفناهم ولا لقينا خبر بأننا عنينا أي واحد نرسلون نرسل واحد آخر كان وراه يجيب لنا خبر، هل قاعد يعمل عمله الذي أحسن ولا قاعد بخشنا؟ لو عرفنا قاعد بخشنا يعني نزلوا من عمله، وكان عمل جريمة نراخه نودوه في قدام المحكمة يعني، ونطلب منهم خليه الوطنية أول شيء. البلد دي ما وزير المالية وهذا بس بخدمها، البلد ده كل الفونكسيونيرات أنا التشاد قاعدين بخدمه، الناس اللي بتطالب هسا في أي بيرو لو مشيت الناس بقول لك والله ودي حقنا صعب، ما عندنا كده ما عندنا كده. ما لو تلقى كده ده تلقى كيف؟ تلقى كيف؟ أي شيء البيجي بمشي في البيشان تمشي وين؟ التريزور لو ما عندنا قروش ما نقدر نخير ودي أنا أي زول، خلي القروش دي يمشي في التريزور، خليك ما تسرق، ما تشيل 90% وتودي 10% بس في التريزور، خليه يمشي 100% في التريزور ودي أنا أقدر بخير بسهولة ذاتها. يعني ما في حكومة كبس دايرة تخط أمال يعني في ودي صعب، الودي الصعب ده الناس هم مرات يعني سهي يعني عنينا ذاتها يعني بارتيسيبي في الودي الصعب ده. لو عنينا ذاتها قاعدين نجاهد الودي ده، هل كان جالنا من الخارج كان الودي عامة في الدنيا كلها عندنا مشاكل، لكن في محلنا عنينا كان عنينا إننا ربطية وإننا النية بأن الوزارة المالية دي نخدموها نخيروا بالشادة، وأنينا هسا ما دايرين نخيروا بس إلا بالديسكور بالكلام، لا لا لا، أنينا نودوا إنسبكسيون جنرال
يعني يطول